السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله دلوقتي هنتكلم عن ماتش الاهلي وسيمبا التنزاني، مباراه مقامه في تنزانيا على ارض سيمبا، اول مباراه في دور ربع النهائي، وتاريخ المواجهات ما بين الفرقتين قابلوا بعض 8 مرات. الاهلي قدر يكسب 3 وسيمبا قدر يكسب 3، وانتهت المباراه ما بينهم مرتين بالتعادل. وهنتكلم دلوقتي عن سيمبا فريق العنيد. سيمبا اتاهل تاني مجموعته بعد اسك ميموزا الايفواري. سيمبا قدر يسجل 9 اهداف واستقبل هدفين، وثمان اهداف من التسعة اللي قدر يسجلهم سيمبا خلال 6 مباريات كلهم من داخل منطقة الجزاء، 8 من داخل منطقة الجزاء، وده رقم كبير جدا يدل ان هو فريق بيعرف يلعب كورة كويس جدا. وكمان سيمبا حافظ على شباكه 4 مباريات من 6، ده رقم مقبول، ولكن دفاع سيمبا ضعيف. وهنتكلم دلوقتي عن اهم نقطة قوة في نادي سيمبا، وهو المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخ. مدرب متمرس جدا في افريقيا ومسك فرق كتير في افريقيا، وابرزهم اتحاد العاصمة الجزائري، كسب بيهم اكتر من بطولة قارية، واخرها السوبر الافريقي ضد الاهلي لما اتلعب في قطر في اول الموسم، وقدر يكسب الاهلي تحت قيادة كولر. ودلوقتي هنوضح موقف سيمبا في الدوري التنزاني عامل ازاي. سيمبا المركز الثالث، لعب 19 مباراة، قدر يجمع 47 نقطة، كسب 14 مباراة وتعادل 3 وخسر 2، قدر يسجل 38 هدف واستقبل 18 هدف، وده رقم كبير جدا على 19 مباراة، يعتبر هدف في كل مباراة. وهنتكلم دلوقتي عن أخطر لعيبة في نادي سيمبا التنزاني، ومن أخطر لعيبة في نادي سيمبا التنزاني هو سعيدي زوان كيزا، لعيب رقم 10، لعيب قدر يسجل هدفين وصنع هدفين خلال 6 مباريات. وأكيد برضو من اللعيبة المهمين جدا واللعيب الغني عن التعريف هو ميكيسوني، لعيب الاهلي السابق. وهنتكلم دلوقتي عن نادي الاهلي. نادي الاهلي اتاهل اول مجموعته ب 12 نقطه، كسب 3 وتعادل 3، ما خسرش ولا ماتش. الاهلي قدر يسجل 6 اهداف ويستقبل هدف وحيد. 6 اهداف، 5 منهم من لعب مفتوح، وهدف وحيد بس من ضربه ثابته. والنادي الاهلي ثاني اكتر فريق حقق كلين شيت بعد بيترو اتلتيكو بالانجولي. وكمان نادي الاهلي ثاني اكتر فريق ضيع فرص محققة ب 14 هدف. وأعلى اللعيبة تقييمه في النادي الأهلي هو مصطفى جوبير. وكمان حسين الشحات تاني هدافين البطولة وهداف النادي الأهلي خلال البطولة بثلاث أهداف. أهم نقط القوة في النادي الأهلي هي التحولات، لأن فريق سيمبا ضعيف جدا دفاعيا بالذات في التحولات، لأن هو والكورة معاه بيلعب بطريقة 2-4-4، الباكات بيزيلوا والوينجات بيدخلوا في نص الملعب مع المهاجم، فبيبقى خط دفاع نادي سيمبا مكشوف ويقدر يلعب على التحولات، وده شفناه في المباراة اللي جمعت الفريقين في كاس السوبر. وافضل طريقة يلعب بيها النادي الاهلي قدام سيمبا هي ان هو ما يحاولش يضغط على نادي سيمبا من قدام، يحاول يستنى ورا ويلعب على التحولات في ظل وجود حسين الشحات ورضا سليم وكهربا. اعتقد وجود الثلاثي في هجوم النادي الاهلي مهم جدا، وكمان اعتقد برضك ان وجود لعيب شبه اكرم توفيق افضل من هاني بالذات في المستوى اللي ظهر بيه محمد هاني مع المنتخب في الماتش الاخير. التشكيل الانسب للنادي الاهلي في مواجهه سيمبا، مصطفى شوبير في حراسه المرمى قدام منه رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم واكرم توفيق باك يمين وعلي معلول باك شمال، قدام منه ثلاثه هو مروان عطيه وكوكا والسوليه، قدام منهم ثلاثه واعتقد ان دول هيبقوا سر فوز النادي الاهلي في المباراه، هو حسين الشحات وينج يمين، رودا سليم وينج شمال، وكهربا مهاجم، واتمنى من كولر ما يلعبش مودست. واكيد حاله لعيبه النادي الاهلي هتفرق جدا في نتيجه المباراه، في ظل ان اغلبيه لعيبه النادي الاهلي من القوام الاساسي في التشكيل لعبوا مع المنتخب يوم الثلاث ضد كرواتيا. اتمنى ان النادي الاهلي ما يخاطرش ويفتح خطوطه قدام سيمبا من اول المباراه، يلعب بالروح خالص كده بكل هدوء وكل ثقه، ويلعب على المرتدات زي ما قلنا، وان شاء الله الفوز عليه في النادي الاهلي. I'm gonna go drink up.